الاوتوميتور، خدوا من الدكتور عدم حاجه اسمها جورج ريوليشن. تمام، جورج ريوليشن المفروض ان انا عندي ما ببدا اوصل لود على السنكرونس جنريتور اللي بيحصل الفولت على اطراف الجنريتور بيقل او بيزيد حسب اللود اللي انا عاوزه. الدكتور هو كل اللي عمله نعطيه القانون ان قال لك الجورج ريوليشن هو في فول لود ناقص في نول لود على في فول لود، بس ده اللي قاله. تمام، طيب احنا هنعرف تاثير الجورج ريوليشن ازاي. المفروض ان انا كل اللي انا اعمله ان انا اشغل السنكرونس جنريتور، وبعد ما اشغل السنكرونس جنريتور هبدا احط لود عليه واشوف تاثير كل لود عندي ايه اللي بيحصل على اطراف السنكرونس جنريتور. تمام، كل اللي كنا بنعمله قبل كده ان انا بشغل السنكرونس جنريتور ات نول لود، صح؟ ما احطش عليه حمل وبقيس ساعتها الفيوز فولتج اللي جوه الماشين على طول، صح؟ كان عندي لو انا عندي الكوبرنت سيركت بتاع سنكرونس جنريتور كالاتي، دي ال متولده جوه ودي الار ودي الجي اكس اللي احنا المفروض المره اللي فاتت عملنا تيست عشان نطلع كام؟ عشان المفروض عملنا تيست عشان نطلع قيمه الار واكس. هما دول اللي بيعملوا مشكله في الفولتج جنريشن عندي. لو انا قاري ات نو نود اقرا مين؟ اقرا دي اللي هو الفولت المتولد على اطراف الستيكر جوه. طب لو بدات احط لود هيبدا في كرنت يمر، تمام؟ فلما الكرنت يمر حسب اللود اللي هو موجود هيحصل فولت دروب على مين؟ على الار والاكس اللي موجودين جوه الايه؟ جوه الماشين. فبالتالي لما انا اجي اشوف هيجي الفولت على اطراف السنكرونس جنريتور على ايه ماله؟ لو انا حاطط ريزستيف لود هتلاقي اقل، ليه؟ لان بقى ايه دلوقتي مجموع الفولت دروب ده زائد الفولت بتاع اللود. وبالتالي الفولت على اطراف السنكرونس جنريتور قلت. تمام؟ طيب المفروض ان انا مش عندي كل انواع اللود هي ريزستيف، انا عندي جزء في منه اندكتيف وفي جزء منه كاباسيتيف. تمام؟ فكل واحد من دول ليه تاثيره برضه، انا شفت الريزستيف ان هو بيقل. طب تاثير الاندكتيف والكاباسيتيف عشان نسهل الموضوع ده كنا بنروح لحاجه اسمها الفيزور دايجرام في السيركت لو فاكرين. ان انا اعبر عندي على الفولت الموجود بالامبليتيود والانجل بتاعته. ده الفيزور دايجرام. عشان ارسم فيزور دايجرام دايره شبه دي انا بجيب محصله القوه، محصله القوه بالنسبه لي هي الفولتج اللي انا بقيسها. المفروض لو قلت الفولت ده زائد الفولت ده يديني مين؟ يديني مين؟ صح؟ فببدا بايه؟ عشان ارسم اي فيزور دايجرام ببدا باللود. انا عندي مين؟ لو انا عندي الفولت والكرنت ان فيز يبقى نوع اللود ده ايه؟ ريزستيف، صح؟ يبقى انا خلاص بقى معايا الفولت والكرنت بتوع اللود. اجمع عليهم الفولت دروب ده اجيب مين؟ اجيب الاي، صح؟ هنجمع الفولت دروب ده ازاي؟ هو مش الكرنت اللي مر فيهم نفس الكرنت اللي ماشي في اللود؟ فباخد الكرنت النفس ده ويف اهو واضربه في مين؟ في ار. وبعد كده عشان اجيب الكرنت المضروب في الاكس انا عارف ان الاكس فيها جي، يعني دايما بتبقى عمودي على الار. فاضرب الكرنت في الاكس وبالنسبه لي دي تكون الاي اللي هي مجموع الفولت بتاع اللود زائد الفولت اللي موجود ايه؟ على الار والاكس. كده انا عندي الدي تيرمينال اقل من الاي ولا اكبر؟ ادي الاي وادي البي بتاعت اللود اللي هي الدي اللي على اطراف الجنريتور. مين الاكبر؟ مين؟ الاي، صح؟ يبقى انا لو حاطط ريزستيف لود زي ما انت شايف لو جيت قست الفولتج على اطراف السنكرونس جنريتور هتلاقي ان انا عندي فولت اقل من النولود. يعني انا ببدا التست ازاي؟ ان انا بقيس الفولت ات نولود يطلع لي 200 مثلا. بعد كده احط ريزستيف لود واشوف تاثيره، هل الفولت بيبدا يقل معايا ولا لا؟ طب لو احنا اندكتيف لود، في الاندكتيف لود المفروض ان الفولتج والكرنت مالهم؟ عندي الكرنت بيلاج الفولتج، صح؟ وبالتالي هيبقى شكل دايرة عندي ان انا عندي ادي فولت لود اهو وادي الكرنت بيلاج. عشان اجيب برضه الفولتج دروب امشي بنفس زاويه الكرنت اضربها في الار وعمودي عليها اكس واجيب منها الاي. هنا برضه مالها؟ الاي اكبر من البي. يبقى انا برضه في الاندكتيف لود كل ما ازود ال الاندكتيف لود عندي اللي هيحصل ان الفولت هيقل على اطراف السنكرونس جنريتور. فده لنا اخر حاله بالنسبه لنا ان احنا نحط ايه؟ كاباستيف لود. في الكاباستيف لود المفروض ان الكرنت ماله؟ بيليد المره دي، صح؟ ما هو في الاندكتيف بيلاج. في الكاباستيف بيليد. حد عارف بيلاج وبيليد ايه ولا مش فاكرين؟ مش فاكرين، صح؟ المفروض الاندكتنس الفكره بتاعتها انها تشحن بالتيار، فبتمسك بالتيار وتعدي الفولت فالكرنت يجي وراها. يبقى الفولت الاول وبعد كده التيار. عشان كده بنقول ان الكرنت بيلاج الفولت، بيجي وراه يعني. لكن في الكاباستنس بيمسك في الفولت يشحن ويعدي التيار.
عشان كده بيقول ان الكرنت بيجريد الفولت. خلاص فكره الكومبوننت ده بيشحن بالكرنت وده بيشحن بالفولت. يبقى هنيجي في الكباسيتيف لود هنعمل ايه؟ هنرسم الكرنت بس المره دي بيجريد. يبقى انا بدايتي هتلاقي عندي ادي البي اهو وادي الكرنت بيجريد. عشان اجيب الفولتج على المقاومه بمشي بنفس زاويه الكرنت واضربها في الار. يبقى همشي كده اهو واضرب اي في ار عمودي عليها اي في اكس. دي بالنسبه لي بقت الاي. الاي هنا بقى اكبر ولا اقل؟ اقل. يبقى الحاله الوحيده ان الفولتج يزيد على اطراف السنكرونس جنريتور ان انا احط كباستيف لود. لان احنا قلنا من شويه ان الكباستور بيقدر يحصل له بيشحن مع السايد. فبالتالي تلاقي ان انت عندك في الكباستنس الفولت بتاع اللي على اطرافه اكبر من الفولت اللي طالع من الماشين. الناس فهمت الحركه؟ سالت الكلام ده شافوه. ما اجي اقول لك ايه هو الفولتج جريشن تقول لي ان انا لما بحط لود مختلفه على اطراف السنكرونس جنريتور بتاثر. اقول لك طب ايه تاثير الار تقول لي ايه اللي بيحصل؟ تاثير ال ايه اللي بيحصل؟ تاثير السي ايه اللي بيحصل؟ يعني الكلام اللي احنا بنشرحه ده احنا هنسالك فيه شافوه. فلما نيجي نسال في الفولتج جريشن تبقى عارف هتسال ايه. انا مش عاوزك تقول لي الفيزوال دايجرام ولا تشرحه لي ولا الكلام ده. عاوزك تاثير تقول لي اللود ايه اللي حصل. حطيت ريزستيف لود ايه اللي حصل؟ ما حطيت ريزستيف لود ايه اللي حصل لما حطيت كاباستيف لود ايه اللي حصل؟ الناس فهمت؟ المفروض ان احنا موجود عندنا في المعمل دلوقتي ريزستيف لود هتحطه هنشغل الماشين وابدا احط لك الريزستيف لود واوريك تاثيره. ان انا كل فعلا لما بزود اما بقلل الريزستنس الكرنت بيزيد فالفولتج يفضل يقل. انا بادئ ايه؟ بادئ ات نو لود. يعني انا ببدا عشان اوريك تاثير اللود بقيس في الاول ات نو لود وبعد كده ابدا احط اللود المختلفه واشوف تاثيرها. الناس فهمت؟ على فكره اللاب سهل صح. وكل اللي احنا هنعمله نفس اللي بنعمله في اللابات الثانيه. هنوصل دي سي على سنكرونس ونشغل السنكرونس هنحط المره دي بس على اللود مش هنعمل حاجه ثانيه. متاكدين على المواعيد. الناس بتحس ان انا بنزلهم البوست لا حياه لو في نادي. حد عنده مشكله فيهم؟ هوصل دلوقتي الماشين من اول وجديد. شيل كل الافلاك وابدا اوصل من اول وجديد عشان اللي عنده مشكله في التوصيل. مشكله التوصيل الناس تحاول تحلها. انت ممكن في الامتحان توصل بس مش هتشغل. كل اقول لك وصل لي الدي سي شغال السنكرونس جنريتور. تروح المفروض ان انت عارف ان السنكرونس جنريتور عشان يشتغل هيعمل 1 2 3. تروح موصل لي الافلاش تمام تمام مش تمام يبقى خلاص مش عارف توصل. الموضوع مش صعب في التوصيل. احنا تقريبا دي ثالث تجربه بنكرر نفس التوصيل بنشغل بيها سنكرونس جنريتور. نفس الحكايه في الدي سي احنا فضلنا نكرر الدي سي 3 مرات. احنا التجربه اللي جايه برضه هيبقى فيها سنكرونس جنريتور ودي اخر واحده قبل الميتر. بعد الميتر هنخش في اندكشن. اكد على معلومه ثانيه الماشين الوحيده اللي فيها دي سي واي سي هي سنكرونس. الدي سي ماشين هي كلها دي سي والاندكشن ماشين هي كلها اي سي. الوحيد اللي فيه الجزئين هو السنكرونس عشان الناس فيه بيبقى واقف. طب ده ليه بياخد دي سي؟ الماشين الوحيده اللي بتاخد الفيلد بتاعها دي سي هي السنكرونس ماشين. تمام؟ نبدا دلوقتي نقف على التجربه. اللي عنده اي سؤال هنشرح الدايره وهنوصلها من اول وجديد. واللي عنده اي سؤال هنوصلها نبدا نقف خلاص لوحدك. قلنا احنا اي تشغيل سنكرونس جنريتور عشان نشغله لازم يكون معايا حاجتين عشان الماشين تبدا تشتغل. محتاج ايه؟ محتاج البرايم موفر ومحتاج الفيلد بتاعك سنكرونس جنريتور. طيب البرايم موفر قلنا ايه؟ قلنا احنا بنستخدم دي سي موتور نبدا نتحكم في السبيد بتاعته عن طريق ان انا بحط فاريبل فولتج على الارمشر. تمام؟ وبالتالي انا عشان اوصل الدي سي ماشين بتاعي بوصله ازاي؟ باخد الارمشر احطه على فاريبل فولتج واخد الفيلد احطه على كونستنت فولتج. تقريبا نفس كل مره بنعمل نفس الحركه. فاعمل ايه؟ انا اخد طرفين اهو من السلك اخد بيهم الارمشر احطه على الفاريبل السبلاي اللي فوق عندي بالنسبه لي فاريبل. اخد الطرف الثاني اهو على الفاريبل فولتج. بعد كده ناخد الفيلد بتاع الدي سي موتور نحطه على كونستانت فولتج. انا هاخد اهو الفيلد بالنسبه لي كونستانت تحت. كده بالنسبه لي البرايم موفر خلاص وصلته. انا اول ما ارفع السبلاي وابدا اسكرول
ادخل انبوت بوتش ابدا فاريبل معايا والسبيد تبدا تتغير معايا حسب قيمه البوت اللي ده. نيجي ثاني حاجه مهمه بالنسبه لي ان انا ادي السنكرونس جنريتور الفيلد بتاعه. فهاخد طرفين اهو واجي على الفيلد بتاعي. الفيلد بتاع السنكرونس جنريتور دايما تحت الاكزايتر او بنسميها الريستات اللي بتحكم فيها في الفيلد بتاعه. ولازم الزرار ده يكون مفتوح. طول ما الزرار مرفوع انا مدخل الفيلد. طول ما الزرار نازل انا مش مدخل الفيلد حتى لو ما وصلش. خلاص؟ ادي اخد البوست اهو مع البوست بتاع الفي سي سبلاي اللي هو الكونستنت وادي النيجاتيف مع النيجاتيف. كده انا وصلت مين؟ وصلت خلاص البرايم موفر وصلت الفي بتاع السكونس جنريتور. انا دورت دلوقتي ويست بوتج عايزين البوتج خلاص انا عرفت اللي هو ايه؟ الحاجات اللي هو عاوزها عشان يشتغل. بس احنا قلنا ان انا السبلاي بتاع السكونس جنريتور ببدا اوصله حسب ما انا عاوز. واحنا قلنا عندنا كام توصيله؟ يا اوصل ستار يا دلتا. فاحنا غالبا واكثر السبلاي بيبقى موجود ايه؟ وقلنا الستار بنعمله ازاي؟ باخد النهايات كلها واوصلها مع بعض. تعمل لي حاجه اسمها نيوترال ديستيكس لو فاكرين. تمام؟ وادي اهي دي معايا. كده انا وصلت السبلاي ستار. بقى عندي دي نقطه نيوترال ودول 3 فيز بتوعي اللي هطلع منهم. لو ما بين اي نيوترال وفيزر هيبقى 220. الناس تبقى واخده بالها ان احنا كل التجارب لحد دلوقتي شغالين على الفيز فولتج مش شغالين على اللاين. طب لو عاوز اللاين يبقى ما بين فيزتين ده اللاين بالنسبه لي. احنا قلنا التجربه بتاعت النهارده هبدا احط لود عندي واشوف تاثيره ايه. اللود اللي احنا هنحطه ريزست بلود. فكل اللي انا هعمله ان انا بما ان السبلاي متقفل ستار فلازم اللود عندي برضه يتقفل ستار عشان يبقى في بالانس ما بين ايه؟ ما بين السبلاي واللود اللي عندي. فهاخد برضه النهايه دي واعمل فيها ايه؟ واقفلها مع بعض. كده لو انا عايز 3 فيز لود ممكن يوصلوا على 3 فيز سبلاي. يبقى انا هاخد كل طرف من دول اهو واديهم فيز. تمام كده؟ كده التوصيله بالنسبه لي خلاص انا هو النيوترون خلاص شايف دي نقطه كومن وهنا في نقطه كومن. هو بيدي كده ايه؟ هو شايف ان كل اللي شايفه اهو ده بالنسبه لي كده ايه؟ كده وصلت. انا قلت انت كده قفلت الدايره يعني انا كده قفلت الدايره هنا النيوترون وهنا النيوترون وكل واحد واخده كده. تمام؟ نيجي بقى لايه؟ لاهم حاجه عندي دلوقتي ان انا احط الفولتميتر يبدا يوريني قيمه الفولت اسمه لود يعني انا مثلا بفتح كل الريزستنس انا مش مدخل ولا واحد. فعايز دلوقتي نولد فولتج وبعد كده ابدا ارفع الريزستنس واشوف هل الفولت ده فعلا بيقل ولا لا. فكل اللي انا عاوزه ان انا احط فولتميتر معايا. احط فولتميتر ازاي؟ اخد النقطه النيوترال اهي احطها على اي سي فولتميتر اهي النقطه النيوترال واخد من اي فيزر احط مع السكيل 250. ليه بحط مع السكيل 250؟ الفولتميتر بالنسبة لي فيه تو سكيل واحد 250